استأنف جهاز حماية المستهلك الحملات على الأسواق لتحقيق عملية ضبط الأسواق والأسعار والتأكد من التزام التجار ببيع السلع بأسعارها المناسبة. إن شاء الله النهاردة بإذن الله استئناف الحملات بتاعتنا على الأسواق في ضوء توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء وعقب الاجتماع مع رئيس الجهاز امبارح، وأثنى على أداء الأطقم بتاعتنا أثناء الحملات الفترة السابقة، وشدد على استمرار الحملات على نفس النهج، والتوعية عندنا هي الأبدى، والتأكد من إتاحة السلع وعدم حجب السلع دي هو الأبدى عندنا، التأكد من التزام التجار بأن هم بيعلنوا عن أسعارهم في ضوء القرار بتاع دولة رئيس مجلس الوزراء المنظم لضبط الأسعار. المهم عندنا نتأكد من الأسعار معلنة ومفيش حجب، وفي توعية للتاجر والمستهلك في بقرارات الصادرة لتنظيم السوق، وطبعا نشجع المواطنين اللي عندهم أي شكاوى إن هما يتوجهوا إلى حضراتكم أو تقولوا لهم على أساليب الورود الشكاوى للجهاز عشان نشتغل عليها. تم اليوم رصد العديد من المخالفات، كان أبرزها بيع سلعة بأزيد من سعرها كما تلاحظ لنا في سلعة الأرز، وكذلك وجود سلع منتهية الصلاحية، فبالتالي سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة من تحرير محضر لضبط الواقعة ومن ثم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم من إجراءات حيال هذه المخالفة.